أغذية قد تجعلك تبدو أكبر عمراً إن تناولتها. مما لا شك فيه أن لنظامك الغذائي تأثير كبير على صحتك من كل النواحي، ولطالما تدور الأحاديث حول علاقته بالوزن وبالصحة والجمال. ولكن ماذا عن دوره في تأخير علامات الشيخوخة والتقدم في السن أو تسريعها؟ دعنا نعرفك فيما يلي على أغذية قد تسبب لك الشيخوخة. التقدم في العمر أمر بالتأكيد لا مفر منه، إذ مع مرور الوقت من الطبيعي أن يهرم الإنسان وتتوقف خلاياه عن التجدد. وعلى الرغم من أن هذه القاعدة تشمل الجميع، إلا أن البعض قد يعجل الوصول إليها فتبدو عليه أعراض الشيخوخة والتقدم بالعمر قبل غيره. ولعل نمط الحياة وطبيعة الغذاء المتناول هي أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على ذلك، لذا سنحدثك هنا عن الأطعمة والمشروبات التي قد تجعلك أكبر سناً لتحاول تجنبها قدر الإمكان. الوجبات السريعة، فهي مصدر عالي للدهون. ليس من الجديد عليك كون الوجبات السريعة سيئة وذات أثار سلبية على صحتك، فهي مصدر عالي للدهون غير المشبعة والدهون المتحولة. عملية القلي التي ترى بها معظم مكونات الوجبات السريعة المعروفة تؤدي إلى تكون الدهون المتحولة التي تعمل على سد وتصلب الأوعية الدموية والشرايين وزيادة نسبة السموم والجذور الحرة في الجسم، مما قد يجعل بشرتك تبدو أكبر سناً. اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة كما المرتديلا والسجق والنقانق والسلامي وغيرها هي عبارة عن لحوم تتم معالجتها بإضافة العديد من المواد الحافظة بالإضافة إلى الصوديوم، ولطالما شدد الخبراء على تجنبها وتقليل تناولها قدر الإمكان، إذ أنها قد تؤدي إلى رفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة بما فيها السرطانات. أما فيما يتعلق بالشيخوخة وعلامات التقدم بالسن، فإن محتوى اللحوم المصنعة من الكبريت والمواد الحافظة قد يتسبب لك بالتهابات جلدية، كما أن تناول الصوديوم ومصادره بكميات عالية قد يكون سبباً في احتباس السوائل في الجسم وتورم الوجه وترك البشرة شاحبة وغير نضرة، مما يساهم في ترك بشرتك غير صحية وتسريع عملية الشيخوخة. المشروبات الغازية. المشروبات الغازية هي عبارة عن صودا وسكر بنسب عالية ومواد ملونة وحافظة ومصدر غني للكافيين. وقد وجدت الدراسات أن الآثار السلبية للمشروبات الغازية قد تكون مماثلة لتأثير التدخين على الصحة، فزجاجة واحدة من المشروبات الغازية يومياً قد تؤدي إلى تقليل 5 سنوات من حياتك بحسب ما أشارت إليه أحدث التقارير مؤخراً. الأغذية المالحة. الملح هو أحد أشهر المصادر للصوديوم الداخل إلى جسمك، والكثير من الصوديوم يؤدي إلى تورم البشرة واحتباس السوائل وبالتالي انتفاخ واحمرار بشرتك. ووجد الباحثون أن الملح الزائد يسارع من شيخوخة الخلايا وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وخفض كميات الملح المتناول سيكون له تأثير عكسي. وعندما نذكر مصادر الملح أو الصوديوم فنحن نشمل العديد من الأغذية كاللحوم والدواجن والألبان والأغذية المصنعة والمعلبة وغيرها، ولا يقتصر ذلك على الملح بصورته المعروفة. الكربوهيدرات. مصادر الكربوهيدرات عديدة، وعادة ما ينصح الخبراء ومختصو التغذية بتناول المعقدة منها بعيداً عن الكربوهيدرات البسيطة والنشويات ذات المؤشر الجليسيمي المرتفع، مؤشر نسبة ارتفاع السكر في الدم، إذ إضافة إلى سلبياتها على صحة القلب والشرايين والأعصاب، وجد بأن لها علاقة في تقدم العمر ترتبط مع زيادة علامات الشيخوخة وكبر السن، إذ وجد بأن ارتفاع منسوب السكر في الدم مرتبط في تسريع عملية الشيخوخة والتقدم في السن، فزيادة منسوب السكر قد يكون له تأثير على الكولاجين في البشرة، مما يؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بالتجاعيد. القهوة بكميات عالية. القهوة هي أحد أعلى مصادر مادة الكافيين الذي لطالما ربطه العلم بتسارع علامات الشيخوخة والتقدم في السن.
الكافيين يعتبر مدراً للبول، وقد يتسبب بطرد المياه من الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف الذي سيكون له تأثير سلبي جداً على بشرتك، وزيادة خطر الإصابة بالتجاعيد والبقع، خاصة إذا لم تقم بالحصول على كميات كافية من المياه. لذا ننصحك بتقليص كمية مصادر الكافيين المتناولة خلال اليوم من كافة مصادره، سواء من القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية وغيرها. تناول الكحوليات بنسب مرتفعة. شرب القليل من الكحول قد يكون ذو تأثيرات مفيدة على الصحة، إلا أن التناول الشره له قد يقود إلى العديد من المخاطر الصحية، ومن بينها زيادة علامات الشيخوخة، إذ أنها تساهم في فقدان الكولاجين وفقدان مرونة الجلد وجفافه وإصابته بالانتفاخ والإحمرار، مما قد يجعله أكثر عرضة للتجاعيد المبكرة، كما ويقللها في الجسم، وهو فيتامين معروف بأهميته كمضاد، وإن الكحول أيضاً يؤثر على مستويات فيتامين إيه.